تنفيذ أنشطة دورة مشروع إيكو شباب أو مشروع تقوية قدرات الشباب لتأثير السياسات العمومية المحلية المرتبطة بتدبير القطاع البيئي في مدينة العرائش اللي معروف اختصارا بإيكو شباب. المشروع اللي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة المنزل من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إنوبس بشراكة وتعاون مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمعهد الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. حمل المشروع بطبيعة الحال جمعية القصبة أو جمعية مؤسسة القصبة النهوض التراث الثقافي للمدينة العتيقة بالعرائش بتعاون مع جماعة العرائش، الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، المكتب الإقليمي للهلال الأحمر بمدينة العرائش، والجمعيات والتعاونيات منضوية تحت لواء الفريق المحرك للمدينة العتيقة بالعرائش. الهدف من هذا المشروع هو تشجيع الشباب وتقوية الشباب على ودفعهم عفوا للانخراط في المساهمة في تطوير الشأن العام المحلي بمدينة العرائش عبر تمكينهم من آليات وميكانيزمات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالاشتغال على تمرين جد حساس أو تمرين يتعلق بقطاع جد حساس هو القطاع البيئي الذي تجتمع في تدبيره أو تتشارك في تدبيره مجموعة من المصالح ومجموعة من الجهات. المشروع يتكون من مجموعة من المراحل أو إذا شئنا أن نقول من ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي المرحلة المتعلقة بتأهيل العنصر البشري وتقوية قدراته المعرفية في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وأيضا في التنظيمات القانونية المتعلقة بتدخل البيئة في المغرب والتعرف على المؤهلات البيئية لمدينة العرائش وأيضا الإكراهات التي يعيشها هذا القطاع بالمدينة، ثم تنظيم مجموعة أو نظمت عفوا مجموعة من الورشات التشاركية التي ركزت بالأساس على تموضع القطاع البيئي في برنامج عمل جماعة العرائش، ثم البيئة في المخططات التنموية بمدينة العرائش، ثم البيئة في علاقتها بمبادرات هيئات المجتمع المدني بمدينة العرائش، واختتمت وهذه المرحلة اختتمت بتنظيم لقاء لتبادل التجارب حول آليات الترافع على الشأن البيئي بالمغرب وتجارب للمحافظة أو تجارب مشاريع المحافظة على البيئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه التحديد. إذا بعد هذه المرحلة دزنا أو مررنا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية متعلقة بإنتاج أو أجرأت مجموعة من المشاريع النموذجية للمحافظة أو لتحسيس الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة والعيش في وسط بيئي سليم، فتم تهيئة وإعداد حي بيئي نموذجي بالمدينة العتيقة بطبيعة الحال بالتماس مقاربة تشاركية جد متقدمة ومنفتحة على الساكنة، ثم برمجت مجموعة من الأنشطة والأوراش التحسيسية بأهمية المحافظة على البيئة فيما يعرف بدورة المشروع بيوم المواطن البيئة، فتم من أبرز تدخلاته تقديم وتوقيع كتاب السياسات العمومية والمجتمع المدني إمكانات والفرص من خلال الديمقراطية التشاركية للأستاذ الدكتور سمو صعب التيجاني، تنظيم ورش بيئي ضخم بفضاء كنيسة سان خوسي لتحسيس بأهمية المحافظة على الفضاءات أو على بيئة الفضاءات التاريخية بالمدينة العتيقة، ثم تنظيم المعرض التوثيقي البيئي لمدينة العرائش، وهذا المعرض هذا الذي سوف يزور كل المؤسسات التعليمية بمدينة العرائش طيلة هذه السنة، وأيضا سيتم عرضه في مجموعة من الفضاءات العمومية، وسيوضع رهن أنشطة الجمعيات التي تهتم بالمجال البيئي في مدينة العرائش، وبالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى والمتعددة التي بلغت كما بينت الأستاذة منسقة التقنية للمشروع في عرضها لما مجموعه حوالي 12 نشاط في ما يعرف بيوم المواطن للبيئة. وهذه يوم المواطن للبيئة بمدينة العرائش سوف تعمل جمعية القصبة والتراث الثقافي المدينة العتيقة على جعله يوما قارا بالمدينة وينظم بشكل سنوي إن شاء الله. المرحلة الثالثة من المشروع هي مرحلة إنتاج وثائق المتعلقة بتأثير السياسات العمومية المحلية المرتبطة بتدبير القطاع البيئي في مدينة العرائش، فتم في هذا الاتجاه تنظيم مجموعة من الورشات
المتعلقة بإعداد العريضة البيئية لمدينة العرائش، وهي أول عريضة من نوعها تقدم لجماعة العرائش. العريضة ركزت بالأساس على محورين اثنين، المحور الأول متعلق بدفع جماعة العرائش إلى عناية أو إعطاء أولوية أكثر للقطاع البيئي في برنامج عمل جماعة في الفترة الولائية المقبلة للمجلس بعد انتخاب طبيعة الحال، ثم دعوة المجلس إلى إحداث الهيئة الاستشارية للتدبير المستدام للبيئة بجماعة العرائش كآلية من آلية الحكمة الجيدة لتدبير هذا القطاع بالمدينة، ولمساعدة الجماعة على الرفع من جودة تدبيره في هذا الاتجاه. أيضا تم في هذا الاتجاه إنتاج مجموعة من المواثيق الموضوعاتية للمحافظة على البيئة بمدينة العرائش. هذه المواثيق الهدف منها بالأساس هو ضمان استمرارية إيكو شباب بعد انتهاء الوعاء الزمني المحدد لهذا المشروع في إطار دعم الاتحاد الأوروبي. ويبقى أهم نتيجة خرج بها مشروع إيكو شباب هو تكوين وتأهيل فريق من الشباب، ما يعرف فريق إيكو شباب، لكي يحقق الاستمرارية المترابطة لهذا المشروع على سواء على المدى المتوسط أو لا على المدى البعيد. والإشارة فمشروع إيكو شباب قد توجت أوراشه وتدخلاته بالزيارة التي خصصتها السيدة المنسقة أو منسقة مشاريع الأمم المتحدة بشمال إفريقيا لمدينة العرائش، التي اطلعت على مجموعة من المشاريع التي دعمت في إطار برنامج مشاركة مواطنة، ومن جملتها مشروع إيكو شباب، والذي بطبيعة الحال بتدخلته نال إعجاب والحمد لله مدعمين على المستوى المادي وأيضا على المستوى التقني، وساهم في إذكاء روح والغيرة على البيئة في مدينة العرائش، ودفع الشباب إلى المساهمة في محاولة إحداث التغيير في طريقة التعاطي مع هذا القطاع. وأحب في الأخير أن أتوجه بشكري لكافة لكل من ساهم من قريب أو بعيد كما يقال في تدعيم هذه البادرة بمدينة العرائش. ولن أنسى أيضا وأنا أتحدث دائما عن أهمية التواصل وأهمية انفتاح المشروع على محيطه، وأهمية انفتاح بشكل عام للجمعيات على محيطها. أنسى أيضا المنابر الإعلامية بمدينة العرائش التي واكبتنا مشكورة بطبيعة الحال على مجهودها الذي تقوم به في هذا الاتجاه. وأقصد وأخص هنا بالذكر المنابر الإعلامية المسؤولة، المنابر الإعلامية التي تتخذ من الصحافة آلية ووسيلة للتأثير أيضا في السياسات العموم المتحدي. لشان أن نقول المحافظة على البيئة في مدينة العرائش، خصوصا أننا نعلم الوضعية البيئية التي تعيشها المدينة على جميع المستويات، ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تكون أن نلقي كامل المسؤولية على جهة معينة من الجهات، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الجميع. وخصوصا وأسطر على هذه الكلمة بالخط الأحمر، خصوصا المواطن بالدرجة الأولى. فحاولنا أن نبين للمواطن أنه بإمكاننا إذا تضافرت جهود الجميع أن نعيش في بيئة سليمة وبيئة تساهم في البناء السليم للأجيال الصاعدة. أظن أن مشروع إيكو شباب من بين أهم الأهداف التي سطرت لضمان استمراريته هو التركيز على توعية المواطن ومصاحبة المواطن وحثه على المساهمة بطريقة تصرفاته وتعاطيه مع وسطه البيئي المعاش للمحافظة على البيئة. نحن حاليا بصدد، لن أعطي حكما دون الرجوع إلى استمارات استطلاع الرأي التي تعدها حاليا الجمعية وتعدها لجنة القيادة أو الكوميتي بيلوتاج ديال المشروع، والتي من خلالها سنحدد بشكل دقيق وبشكل ستاتيستيك أو إحصائي مدى النسب التي حق مدى إشنا نقول نسبة المتقدمة من نجاح تدخلات المشروع.
بطبيعة الحال كما قلت لا يمكنه إعطاء حكم شخصي على على مدى تقدم أو مدى تحقيق المشروع للأهداف التي سطر من أجلها، ولكن لابد من الرجوع إلى هذه الاستمارات ومن الآراء ولآراء الشارع وآراء مختلف المتدخلين معنا، وخصوصا آراء الساكنة التي احتككنا بها خلال تنزيل تدخلات المشروع، وخصوصا الساكنة التي استفادت من عملية تهيئة الحي البيئي بالمدينة العتيقة. وبطبيعة الحال هذه النتائج سنعمل على نشرها وسنعمل على إضافتها إلى الكتاب الذي نعده المتعلق بالمخطط الاستراتيجي لتوجيه المحافظة على البيئة بمدينة العرائش، وسننشرها للعموم إن شاء الله. وباء كورونا أو كوفيد 19 أحدث تغييرا جد مهم على الهيكلة العامة للمشروع، وكان بإمكاننا بعد استشارة مع الجهة الداعمة اللي هي برنامج مشاركة مواطنة، كان بإمكاننا تأجيل تنزيل تدخلات المشروع، ولكننا قررنا التكيف مع وباء كورونا ومع ما جاء به وباء كورونا من متغيرات عالمية، وحاولنا تكييف أنشطة المشروع مع أو دورة أو تدخلات دورة المشروع مع الوباء، وبالتالي التمسنا مجموعة من التقنيات التي التقنيات التواصلية التي أتيح لنا التعرف عليها والاطلاع عليها وتجربتها في 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 عملية تنزيل المشروع. وهي دعنا نقول أن هذا الوباء كان سيف ذو حدين، حد نافع وحد ضار. فالحد النافع أنه مكننا من كما قلت التعرف على مجموعة من التقنيات الحديثة في التعاطي مع في تنفيذ وتنزيل المشاريع، منها تقنيات التواصل عن بعد اللي كانت رغم أنها تقنية ظهرت منذ زمن بعيد إلا أننا لم نكن نستخدمها، فكان هذا الوباء هي مناسبة لاستخدامها. أيضا تم إدخال مجموعة من التغييرات على أنشطة المشروع، ولكن دون المساس بالأهداف التي نرمي تحقيقها من ورائها، وتمت إضافة أنشطة جديدة، وتم تأجيل أو وضع مجموعة من الأنشطة ديال المشروع في دشنا نقول في بنك مشاريع إيكو شباب التي سيتم برمجتها خلال عملية ضمان استمرارية المشروع في على المدى المتوسط والبعيد. من خلال يعني استدامة المشروع يعني فيما يخص يعني المراحل ديالو دابا، يعني هل هناك يعني بعض الافكار اللي جمعتكم يعني فيما يخص يعني الديمومه والاستمراريه ديال المشروع؟ لان هذه مرحله وهناك مراحل اخرى طبيعه الحال، يعني واش من خلال الرصد ديالكم من خلال المتابعه ديالكم المشروع كما قلت في المداخله ديالي في اثناء اللقاء، اننا في جمعيه القصبة والتوارث الثقافي المدينه العتيقه دائما نحاول ان نستثمر المكتسبات التي نخرج بها من اي مشروع نعمل على تنفيذه او تنزيله، هو توقيع مجموعه من المواثيق الموضوعاتيه للتعاون مع مجموعه من الجهات للمحافظة على البيئة في مدينة العرائش، هو خير دليل على رغبتنا لوضع أرضية صلبة لضمان استمرارية مشروع إيكو شباب على المدى كما قلت المتوسط والبعيد. وهناك مجموعة من المشاريع أو مقترحات المشاريع التي خرجنا بها من الورشات التشاركية التي نظمها مكتب الدراسات المختص بإعداد المخطط الاستراتيجي لتوجيه المحافظة على البيئة، تلك المشاريع أو تلك أفكار المشاريع والبطائق التقنية التي أعدت لها هي موجهة بالأساس للمصالح ذات الصلة للاستئناس بها في تعاطيها مع البيئة بمدينة العرائش وأيضا مؤسسة منتخبة، وهي أيضا موجهة لمشروع إيكو شباب لكي تكون نقول قاعدة واستراتيجية عمل سيمشي أو سيسير عليها في قبل الأيام وقبل البرامج التي ستنزل في هذا الإطار. وشكرا سيد القادم.